قال لك جايند بومبايت. اوهو، هدف لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي. الآن يسجل المنتخب الكوري في الدقيقة رقم 41 الهدف الأول. شوف الكرة في اللحظة التي بالفعل كان فيها أو كانت فيها لحظة الإعادة، عاد هنا المنتخب الكوري الجنوبي وسجل هدف في غاية الروعة عن طريق يون جون يانغ. هدف جميل جدا، هدف جميل جدا، وننتظر الإعادة من جانب مخرج اللقاء. شوف الكرة التي وصلت طويلة طويلة مباشرة وبالخطأ، وبعد ذلك أيضا الكرة مباشرة وتمريرة رائعة جدا، ومن ثم الهدف يأتي بصورة ولا أروع عن طريق جي سونغ إيوم. نعم، في المرمى. إذن جي 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 هدف أول للمنتخب الكوري الجنوبي الأولمبي.